ودلوقتي يا جماعة قعدنا مع الأحداث اللي هتحصل النهاردة، ومنها مشاركة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف في ملتقى البحرين للحوار. ومكتبة الإسكندرية هتنظم محاضرة بعنوان اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون من 100 عام. وفي مؤتمر صحفي لروي فيتوريا لكشف تفاصيل معسكر المنتخب المصري لكرة القدم. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، ففضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف هيتوجه إلى البحرين للمشاركة في ملتقى البحرين للحوار بعنوان الشرق والغرب من أجل التعايش الإنساني، واللي بيشارك فيه البابا فرانسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية وحوالي 200 شخصية من رموز وقادة وممثلي الأديان حول العالم. النهاردة هتنظم مكتبة الإسكندرية من خلال متحف الآثار ومركز زاهي حواس للمصريات محاضرة بعنوان اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون منذ 100 عام، وده هيكون الساعة 1 الظهر. وهتلقي المحاضرة ستيفانيا سفرا الباحثة بجامعة روما سبينسا في إيطاليا. النهاردة هتختتم النجمة أصالة آخر أيام حفلات مهرجان الموسيقى العربية في دورته 31 بدار الأوبرا المصرية، ومن المقرر أن تقدم لجمهورها باقة متنوعة من أغانيها القديمة والحديثة. النهاردة هيعقد البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر مؤتمر صحفي للحديث عن تفاصيل معسكر المنتخب الساعة 5 العصر، واكتفى الجهاز الفني للمنتخب بخوض ودية واحدة يوم 18 نوفمبر أمام منتخب بلجيكا بالكويت، وده في إطار الاستعداد للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2024 بكوت ديفوار.